ياسمين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم البنات غنشارك معكم واحد الفيديو صراحه غبرت عليكم هاد الايام، ولكن راكم عارفين اجي هاد رمضان هاد الاخر ما نكذبش عليكم، الطاقه مبقاتش باش اننا نضل نصور ولا نوجد شي حاجه ولا ندير شي حاجه. فداكشي الصراحه علاش كنقول خلي حتى نكون غنوجد شي حاجه يعني اللي فيها فائده ولا شي وصفه هكذا اللي زوينه عاد نصور ونشاركها معكم. المهم سمحوا لي بزاف حيت كنغبر عليكم. المهم البنات قولي لي شكون اللي بدات كتوجد العيد، شكون اللي شرات الحويجات، شكون اللي صايبات الحلوه، شكون اللي مازال؟ انا صراحه مازال ما صايبت الحلوه ولا حتى شي حاجه، قلت هذا العام ان شاء الله غادي نصايب هكا غير حليوات بساط في الدار، واكيد غنشاركهم معاكم حتى نتوما هكذا كنتو باغيين تصايبوا شي حويجات صغار في الدار وساهلين كما قلت لكم. المهم تشوفوني لابسه جلابتي، عاد دخلت من على برا، كنت خارجه تقديت شي حويجات خاصين من الدار وهذا، ودابا غادي ندخل للكوزينه غادي نشارك معاكم واحد الماسك البنات اللي بزاف منكم طلبتوه مني نعاودو لكم حيت كنت حطيتو واحد المره في القناه وما عرفتش واش ما كتلقاوش الفيديو ولا شنو. بزاف البنات كيقولوا لي فاطمه عاود شاركي معنا داك الماسك اللي سميتو انا الماسك السحري، بالنسبه ليا ساهل ما فيهش مكونات بزاف، كيبيض وكيحيد لي طاش ديال الحبوب وكيوصف لكم اللون ديال البشره، صراحه زوين. وانا من نهار زعما بديت كنستعملو ولا هو المعتمد عندي، مكونات بساطه البنات. غادي نشاركو معكم دابا هو الاول، عاد ندوز باش نجمع حويجاتي باش غنمشي للحمام هذا النهار. قلت والو هذا النهار ديال الحمام عاد سخون الحال، وقلت نستغل الفرصه ما حد حال هذا موحش الحمام وخاص يا داكشي، ولكن غنحاول ما نجلسش فيه بزاف. المهم غندوز نبدل عليا دابا وندوز نوجد معكم الماسك ونتلاقاو من بعد. البنات دابا غنشارك معكم واحد الماسك اللي اش نقول لكم، انا صراحه من نهار بديت كنستعملو وانا لقيت عليه واحد النتيجه اللي زوينه بزاف، وبزاف ديال المتتبعات ديالي اللي حتى هما جربوه وكيخليو ليا لي كومونتير. هذا الماسك ديجا كنت شاركته معكم وبغيت نشاركو معكم دابا حيت تزادوا عندي بنات جداد، وبزاف البنات كاع عاودوا قالوا لي فاطمه عاودي ديري لنا داك الماسك حيت ما كيلقاوش هكذا الفيديو اللي فيه الماسك. المهم بالنسبه لهذا الماسك راه فيه حويجات ساهلين وغيكونوا عند اي واحد في الدار ديالو. عندي هنايا الصابونه ديال مان، هذه البنات ديال اوريفلام، هذه كتباع في اوريفلام. الا كنتو زعما ما عندكمش ما توفراتش هذه الصابونه راه تقدروا ديروا صابونه ديال دوف، هي اللي كنعوض بها هذه الصابونه ديال مان. ولكن علاش انا كندير هذه ديال مان؟ حيتاش اصلا هذه الصابونه خطيره بزاف في التبييض، كتبيض وكتوحد اللون ديال البشره، ومع هاد المكونات الاخرين كتزيد اكثر. المهم انا خديت النص ديالها، شو حكيت غير النص، قطعتها من النص، خديت النص وحكيته بحال هكا في الحكاكه هكا تكون رقيقه، وحكيته في هذه البنات، هذه فاش حكيته. وغادي نزيد عليه دابا تقريبا واحد كاس ديال الحليب، عرفتوا البنات صدقوني عرفتوا هذا الماسك الا درتوه ما غاديش تبقاو تستغناو عليه وتيبقى عندكم مده طويله، يعني ماشي اي وقيته بغيتو تقدروا تلقاوه واجد. المهم هنايا درت عليه تقريبا واحد الكاس ديال الحليب، كاس كبير هكا ديال الحليب. غادي نزيد عليه دابا واحد المعلقه ديال النشا اولا المايزينا، راكم عارفين هاد المكونات كاملين لا من المايزينا ولا الحليب ولا الصابونه كلهم عندهم واحد التبييض رائع على البشره ديالنا. المهم غادي نخلط هاد الشيء هكذا شي شويه، غادي نديرهم دابا فوق من البوطه، نشعل ليهم هكا عافيه مهيله وانا كنحرك، يعني في نفس الوقت انا كنحرك وانا بحال الا كندوب هاد الصابونه حتى تذوب ليا كامله، وعاد من بعد نوريكم المكون الاخر اللي كنزيد لهم انايا. بالنسبه لهاد الماسك البنات راه كما قلت لكم على ضمانتي وزوين بزاف وكيعطي نتيجه صراحه من اول استعمال الا درتيه، كيبان لك واحد هكذا واحد البياض في الوجه ديالك، كيبيض وكيوحد اللون. وحتى البنات اللي عندهم لي طاش ديال الحبوب ننصحكم بهذا، انا غنوريكم المهم المراحل كاملين. دابا غنشعل عليه البوطه باش تذوب ليا الصابونه، عرفتوا البنات دابا راه تبارك الله مقبلين على العيد ان شاء الله، راه ما بقى والو، عرفتوا رمضان غادي كيجري. انا هاد العام عرفتوا راه بحال ما حسيت برمضان غادي بالزربه، ماشي انا صراحه كاع الناس كيقولوا هاد القضيه سبحان الله هاد رمضان ما حسيناش به دغيا داز، ولكن الحمد لله كما قلت لكم دابا راه مقبلين على العيد. كنبغيو نتهلاو هكذا شويه في البشره ديالنا، نعطيوها ماسكات هكا يكونوا طبيعيين، يعني انا كنحاول ندير معكم شي حويجات اللي تقدر اي وحده ديرهم في الدار ديالها، ماشي بالضروره خاصك يعني الفلوس بزاف باش انك ديري ماسك اولا تمشي تشري شي حاجه اللي واجده. فداكشي علاش قلت نصايب معكم هذا الماسك، بيني وبينكم حتى انا راه سالا ليا تقريبا شحال هادي شي
شي جوج الاسابيع هكاك، وقلت خاصني ضروري نصايبو حيتاش انا الصراحه وليت مدمنه عليه. فوق ما كنبغي شي ماسك اولا كنبغي نتهلا في وجهي ونعطيها هكا شي ماسك اللي يكون مغذي وفي نفس الوقت مبيض، فكندير هذا وكنديرو في الثلاجه وكيبقى عندي البنات عطوره لمده ديال شهرين 3 شهور على حساب نتوما الكميه اللي درتو. المهم انا هاد الكميه راه كدي عندي بزاف. بالنسبه للبنات اللي غيبغيو يديروا حتى الجسم ديالهم بحال طبريمه هكا في الحمام، تقدروا البنات تاخذوا واحد الكميه فوق ما تبغيو ديروا الجسم ديالكم، تاخذوا كميه وتزيدوا عليها ديكاباج من نمره 6. النمره 6 البنات كتكون خفيفه على البشره وكديروا معلقه فقط وكديروا غير الجسم، اما الوجه لا، الوجه كتاخذوا غير هذا الماسك هكا طبيعي ما كتزيدوا عليه يعني حتى شي حاجه. انا الاضافه اللي غنزيد عليها راه غادي نوريها لكم من بعد باش تشوفوا الاضافات اللي كنزيد عليهم، هادو غير اختياريين الا كنتو بغيتوا تزيدوا اكثر يعني الماسك يكون اكثر زعما يعطيكم بياض اكثر. المهم انا كنبقى هكا كتبقاو تحركوا ما تحبسوش من التحرك حتى كتحسوا بديك داك الصابونه ديالكم راه دابت. والعافيه البنات شوفوا العافيه انا راه هنا ناقصاها وفي نفس الوقت كنبقى نحرك حتى كتبان لي ديك الصابونه راه دابت، صافي راه كنحبس من التحريك وكنخليه يبرد ليا ولا يدفى، عاد كنديرو هكذا في شي بواطه كنحتفظ به في الثلاجه. وبالنسبه لهذا القوام ديالو البنات راه كيجي دابا غيبان لكم جاري، ولكن فاش كيبرد راه كيعقد، هو بوحديتو كيعقد مع داك النشا اللي درنا فيه. هانتوما البنات شفتوا كيفاش كيجي القوام ديالو، راه كيجي هكذا عاقد شي شويه، فاش كيبرد كيزيد يعقد اكثر مع داك النشا اللي درنا فيه، والصابونه راه تقريبا دابت تماما. المهم بالنسبه للاضافه اللي كنزيد انايا في هذا الماسك باش كما قلت لكم تيعطيني واحد النضاره اكثر للبشره، كندير هذا الفيتامين او، هذا زوين بزاف حتى هو، راكم عارفين الفيتامين او زوين بزاف للبشره كيغذيها لينا وتيعطينا واحد الاشراقه. المهم غادي ناخذ هكذا واحد الكميه منه. بالنسبه لهاد الفيتامين البنات تقدروا تاخذوهم عند هكذا دوك المحلات كيبيعوا المكياج وداكشي راه كيتباعوا عندهم، كاينين هذا اللي كيكون هكا في قريعه وكاين داك اللي كيكون على شكل كبسولات حتى هو زوين. المهم غندير انا واحد الكميه هكا مزيانه صافي، وغادي نخلط هادشي شي شويه. سمحي لي تسمعوا الماكينه ديال الصابون خدامه، عرفتوا الروينه ما كتساليش خصوصا في هاد رمضان البنات، عرفتي شكون لي بحالي انا بعدا كتجيني هاد رمضان تبارك الله الروينه غير ما كتزيد، واخا كنديرو غير واحد الوجبه ولا جوج ماشي بحال الايام العاديين، ولكن الروينه ما كيساليش. المهم نرجعوا لموضوعنا، المهم كنخلط هادشي شويه هكا وغادي نخليهم حتى يدفى تماما ويبرد، عاد من بعد نديرو في واحد البواطه ونسد عليه ونديرو في الثلاجه. ضروري البنات ما ديروش هو سخون في الثلاجه باش هكا ما يخسرش لكم وما يفسدش معكم. وحاجه اخرى بغيت نقولها لكم، الا بغيتو تبقاو تهزو من هاد الماسك ضروري خاصك تهزي بشي معلقه صغيره ولا هكذا شي معلقه د العود من الاحسن باش ما كيفسدش لك الماسك وما كيخسرش. فاش كنديروه فاش كنوصلوا ليه اليد ديالنا كنبقاو نهزو باليد ديالنا راه كيخسر وكي بحال الا كيغمر لكم مع المده، ولكن ملي كديري هذه الطريقه انك كتبقي تهزي غير بشي معلقه كيبقى لك مده طويله وكتحتفظي به في الثلاجه. هذا الماسك البنات تقدروا ديروه يوميا راه زوين ما كيضركم حتى شي حاجه، خصوصا البنات اللي بشرتهم حساسه نصحكم بهذا ما عنده حتى شي ضرر عليكم، حيت انا اصلا بشرتي حساسه وصراحه جا معايا بزاف. وكما قلت لكم بغينا هكذا شي حاجه اللي تكون مبيضه وزوينه وتعطينا واحد الاشراقه، تهلاو في راسنا في هاد الايام اللي بقاو قبل بالعيد باش ان شاء الله يجي العيد يلقانا كنوارات البنات. المهم غادي نخلي الماسك ديالي حتى يبرد وندوز باش نصايب معاكم الماسك الثاني. المهم البنات بالنسبه للماسك الثاني اللي قلت لكم غادي نستعمل، غادي نديرو هذه المره على البشره ديالي، ديجا خليت هذاك كينشف ولا كيبرد حتى يبرد ليا تماما، عاد غنديرو من ورا هذا الماسك الاول اللي غادي نشارك معاكم. المهم هنايا البنات عندي البيض ديال البيض، هانتوما تشوفوا حيدت الصفر حتى في الطبيب هكذا، والبيض هو اللي غنستعملو في هذا الماسك. هذا الماسك البنات ساهل خصوصا بالنسبه للبنات اللي عندهم لي بوان نوار في البشره ديالهم كثيره بزاف اولا داك الشعر الزائد اللي كيكون غير قليل هكا في الوجه ديالكم. على فكره انا البنات ما كنحيدش الشعر نهائيا من الوجه ديالي من غير يعني الدوفي هنايا فقط، اما بالنسبه لهنايا وداك الشيء ما تنحيدش الشعر، غيكون الا قربت لكم غادي يكون واضح لكم هنايا شويه ديال الشعر. فداك الشيء اش غادي نستعمل هذه الوصفه، هذه زوينه بزاف كنديرها تقريبا مره في 15 يوم ولا مره في كل 10 ايام هكذاك،
زوينه بزاف. اول حاجه غادي تحتاجوا سمحوا لي ما عرفت ملي دايخه. اول حاجه غادي تحتاجوا كلينيكس هذا وغادي تحاولوا تفرقوه، كل واحد غتفرقوه باش يعطينا هكذا رقيق، باش يعطينا طبقه رقيقه ديال الكلينيكس ياك. انا نحطهم هنايا حدايا. وغادي تحتاجوا بياض ديال البيضه، غادي ناخذ البياض وغادي ندير هكا على البشره ديالي، غندير واحد الكميه وغادي ناخذ هذا كلينكس ونحاول نقطعه. تقطع عشوائي البنات، ماشي بالضروره ديروا داكشي مقاد، وتحاولوا تلصقوا بحال هكا. قطعنا حد البلاصه اللي درت صافي، وغادي نستمر هكا حتى نكمل الوجه ديالي كامل. غير هو واحد القضيه البنات، مني ديروا هاد الماسك ما تهضروش، ما تضحكوا، ما حتى شي حاجه، باش ما تكونوش لكم واحد التجاعيد في البشره ديالكم. يعني ماشي نجيو نقادوا واحد البلاصه نصدقوا مخسرينها. المهم غادي ندير، وفاش كديروا كلينكس كتعاودوا تزيدوا عليه طبقه ثانيه ديال البيض بحال هكذا. وغندير الجهه الاخرى. هنا البنات كما قلت لكم ضروري فاش تكونوا كديروا هذا الماسك ضروري زعما ما تهضروا ما حتى شي حاجه، باش هكذا ما يتكمش لكم داك كلينكس في وجهكم ويكون لكم واحد الطبقه من التجاعيد. فحنايا بغينا البشره تكون مجبده وتعطينا واحد الاشراقه، داكشي علاش درت لكم الصوت على هذا المقطع. المهم كنبقى نستمر بهذه الطريقه، كندير الابيض البيض، كندير كلينكس، وكنعاود نزيد عليه واحد الطبقه اخرى. تخليوها البنات حتى ينشف تماما، تقريبا راه كياخد معكم شويه الوقت، انا خدام معايا شي 20 حتى 25 دقيقه عاد نشف. وكتبداو تحيدوا فيه بشويه، بالنسبه للبنات اللي فيهم الشعر في الوجه ديالهم راه تحيد البنات حتى الشعر من الوجه، غير هو غيجيكم قاصح واحد شويه، ولكن معليش. المهم انايا جاني مزيان بزاف، غتشوفوا النتيجه من بعد. هنا البنات استغليت الفرصه باش نشارك معاكم لي برودوي اللي غادي ندير من ورا الحمام، ولا اللي غادي ندي معايا الحمام. اول حاجه بالنسبه للوجه ديالي كنستعمل هذا ديال اسونسييل، هذا البنات ديال اوريفلام، حتى هو زوين بزاف، كريم ايدراتون، كيبيض وكيرطب، وفي واحد النسبه ديال فيتامين او. وبالنسبه لليدين ديالي غنستعمل هذا ديال ميلك اند هاني، هذا البنات راه دائما كنشكروا لكم والله العظيم، الا في واحد الترطيب زوين بزاف بالنسبه لليدين، وتقدروا ديروا حتى للرجلين. غير انا كنستعمل هذا ديال الرجلين خاص، حتى هو فيه واحد الريحه البنات، هذا بحال ديال فليو، هذا ديال الرجلين، وتيعطي واحد الايدغاتاسيون كبيره، وهو من الافوكا، وكديروه كتلبسوه كتقشره ديالكم. واخر حاجه بالنسبه للكور ديالي كنرطب هذا ديال ايكلات، هذا البنات هو زوين بزاف كيرطب، وفيه واحد الريحه غزاله بزاف. صافي غادي نجمع هكذا الحويجات وداكشي كامل اللي خاصني، وغادي ندوز دابا باش نحيد الماسك ديالي. راه تقريبا هنايا خليته حتى نشف تماما كما شفتوا معايا البنات، تخليوه حتى ينشف، ما يعني ما تحيدوش وهو فازك، وكتبقاو تحيدوا بشويه بشويه. كما قلت لكم البنات اللي غيكون عندهم الشعر زائد في الوجه غادي يضركم واحد شويه، حيت بحال الا كتحيدوا حتى الشعر معاه داك الشعر هكا تيكون رقيق في البشره. ولكن انا الصراحه جاني عادي، زعما ما درنيش بزاف وجاني زوين، وحتى غتشوفوا النتيجه النهائيه تبين لكم ان داك كلينكس ولا داك البابي كيكونوا فيه دوك الرؤوس السوداء اللي تيكونوا في الوجه كامل تحيدوا. وراه هاد الماسك جربوه البنات على حسابي وردوا عليا كيفاش غايجيكم، انا الصراحه عجبني بزاف، وحتى النتيجه ديالو راها واضحه البنات قدامكم. المهم البنات انا عاد جمعت صاك ديال الحمام وغادي نمشي للحمام نضربها بواحد التحميمه. عرفتوا البنات بيني وبين الحمام قبل ما يدخل رمضان بشحال، واليوم قلت والو ضروري خاصني نمشي للحمام. صراحه راه كندوي نشوف الدار داكشي، ولكن انا بالنسبه ليا ماشي بحال الحمام، فداكشي علاش اليوم قررت غادي نمشي. جمعت الصويك ديالي دونك كنتسنى غير فراجلي باش يجي، وغادي غيوصلني وغنحاول نرجع هكذا قبل ما يخرج ادم من ليكول ديالو، حيت راجلي ما غاديش يكون في الدار دونك ما كاينش اللي يشد ادم، وباش نوجد في نفس الوقت الفطور. المهم غنحاول نسربي حتى نتلاقاو من بعد الحمام ان شاء الله. جيت من الحمام نقول لكم شو واحد سخسيخه هانتوما نصحش شي واحد تمشي للحمام وهي صايبه، عاد راه راجعه ما كرهتش واحد القرعه ديال معايا البنات الشبيضه، عاد جاني الموت ديال العطش
دزت الكرو خديت تقديت شي حاجه خاصاني، باغا نصايب البنات شي حليوات هكذا في الدار غطا ان شاء الله غادي نبدا فيهم، واكيد غادي نصورهم لكم فيديو خاص كما قلت لكم، غندير حليوات ساهلين. المهم تقديت داكشي اللي خاصني هنا مع زهر الكوفيتير، غادي نصايب واحد الحلوه مشهوره اللي ضروري خاصني نديرها كل عام. خديت هنايا الكوك، خديت الشوكولات، المهم هذا هو اللي كنستعمل انا في الحلوه، هذا اللي مرسوم فيه هذا الفيل، هذا زوين واللون ديالو تيكون اسود بزاف. صافي خديت الزيت حتى هو خاصني، هنايا كاوكاو، خديت هذا البنات، هذا كيجي زوين في الحلوه، نوريكم هذا اللي تيكون كبير وخديته انايا منقي ما فيا ما يتعذب معاه. خديت لاباط ديال البيتزا، المهم لقيتها كاينه عنده، وخديت انا كنبغي نعمرها بعد المرات دغيا دغيا الزبده، هادشي ديال السقاطه خديته على حسب ادم وكنتسحر بهم، وخديت هاد القويطه حتى هما غندير فيهم شي حاجه. المهم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله اكيد غيكون ديال الحلويات ديال العيد. دابا غادي ندوز صراحه ما فيا ما يوجد بزاف ديال الحاجات، غادي نصايب غير هذا، غادي نصايب طنجيه هي اللي غادي ندير، وغادي نمشيو نفطرو عند حماتي مع قبيله، فاش كنت خارجه قالت لي دوزو زعما في العشيه تفطرو، فقلت غادي ندير لهم غير طنجيه وهي حتى هي راه مصايبه الفطور. صافي يلاه جعل البركه، المهم نجمع هذا الشيء نرتاح شي شويه عاد نوض باش نوجد الفطور ديالي. هو ادم البنات يلاه جا من ليكول، دير لنا كوكو، قول لهم كوكو، قول لهم لاباس، قول لهم مبروك العواشر. شوفوا البنات شنو جاب لي ادم ليكول ديالو، جاب لي كادو، ياك هذا كادو ديال ماما. شكون اللي صايب هذا الشيء؟ انت 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 ومن؟ مع سكينه. مع سكينه بصح شوفوا عطاهم هاد اللعيبات هادو فيهم عيد مبروك، زوينين يا ادم. ميرسي ادم، قولي لنا شنو قريتي اليوم؟ شوف البنات ما تديوش على الصالون راه مرون بالالعاب ديال ادم. قولي شنو قريتي اليوم؟ لا لا قولي، قولي لي كولور اللي كتعرف، قولي لي كولور. زيد لي كولور ديال زيد يا اوراج مارو اوراج نوار. برافو دودو، برافو كيعرف لي كولور كاملين. ها كتعرف لي كولور كاملين؟ اه لي كولور. بصح واهضر وشوف فيا، شوف فيا هنايا، شوف فيا، شوف قول البنات كي دايرين، قول لهم لاباس عليكم، لاباس عليكم. شوف هو عقلو غير مع الالعاب، صافي مشى العقل. عرفتي شنو جبت لك انا ادم؟ جبت لك واحد الحاجه عزيزه عليك، نوريها لك. ها هي، شوف 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 شنو شريت لك. شوفوا البنات هادو دايرين بحال الدونات، هادو كيعجبو ادم فيهم الشوكولا، شتي زويني بيتاكلو. يلا نبدلو بعدا الحويجات ونغسلو يدينا، ها نغسلو اليديدات ونبدلو الحويجات وناكلوه باش ما تعمروش بالشوكولاط. صافي عرفتي فين غنمشيو؟ عند عند من غنمشيو اليوم؟ عند من غنمشيو؟ عند امي. عند امي غنمشيو نفطرو عندهم. بصح جداها البنات تيقول ليها امي، تيسمعنا حنايا تنقولو امي تيقول ليها امي. الحمد لله. صافي نخليك تلعب شويه عاد نبدل لك. واخا ولكن هاد الالعاب كاملين خاصك تجمعهم، الا ساليتي شو الكره فين كاينه، شو الالعاب الاخرين، ها الاخرين هنا. نعم يلا ارا نصايب لك البنات. اول حاجه غادي نصايبها حيت قلت لكم ما عنديش الوقت بزاف، راجلي تشهر طنجيه قال لي والو صايبين اليوم طنجيه، وغادي نديرها البنات بالملج ديال بيبي. جربوها بهاد اللحم ديال بيبي، هذا كيجي بنين لها، وشو كيجي هكا بحال اللحم، هو راه المذاق ديالو البنات الا نصبتوه راه مشابه للحم، غتقولوا اللحم اللي مطيبين. المهم انا قلت لهم غنديرها بالملج ديال بيبي، وغنشوف معاكم الطريقه، راه ساهله وصراحه كتجي بنينه وما كتاخذش بزاف ديال الوقت. الحاجه اللي ضروريه خاصها تكون عندكم الا بغيتي تصايبوا الطنجيه البنات هو السمن. انا عندي هنايا السمن مستخدم بها في الثلاجه، غادي ندير تقريبا واحد المعلقه صغيره، معلقه ديال السمن تكون عامره، نشوفها كما كتعرفوا راه الطنجيه ما كتبغيش تشحر، ما كتبغيش شي حاجه يعني ديري عليها الكون ديالها كامله وشويه ديال الماء وكتسدي عليها كتقعد على راسها. غادي نزيد دابا شويه ديال الخرقوم بلدي، انا كيعجبني هذا غير حيتاش كيعطي غير على حساب اللون وصافي.
نتوما الا ما بغيتوش ما ديروش، المهم كل واحد هو الطريقه كيفاش كينسبها. انا كنزيد فيها حتى شويه ديال العكريه اولا المروزيه ديال اللحم حتى هي كنزيدها فيها كتجي بنينه. والمكون الرئيسي حتى هو اللي هو الكرمون هذا البنات كديرو تقريبا غندير جوج معالق يعني معلقه كبيره. واخر حاجه غنزيدها عندي هنايا غنحاول ندور لكم شويه باش يبان لكم، عندي هنايا البنات الحامض مسير هذا داك المعسل مرقد. الا قلت لكم هذا البنات راه تقريبا شي عام وهو عندي دابا ما خسر ما حتى شي حاجه. هذا كانت درت الحم واحد مزير عليه مزيان باش ما يدخلش ليه الهواء ودايره ليه هذه البلاستيكه هذه حتى هي. هذا كان جابتو ليا خالتي من مراكش تحيه ليها من هنايا، يعني كان جابتو ليا كما قلت لكم تقريبا دابا شي عام وزياده هو عندي ومازال كما هو وكيجي زوين حيت راه تعسل. غير هو واحد الحاجه باش يبقى لكم حامض مسير زوين ما تبقاوش تهزوا بيديكم، من الاحسن تهزوا بشي فإما بحال هكا فورشيت ولا موس ولا شي حاجه. المهم ما ديروش باليدين ديالكم صافي، غادي ندير غير وحده هكا باش ما يجينيش حامض بزاف. نزيد كاع واحد المسيس عرفتوا راه كيجي زوين في دجاج محمر هكا في مثلا هذا كنجيو بزاف الحاجات كنديرو كيجي فيهم واعر. هكا صدعي مزيان كنزيرو باش هكا ما كيدخلش ليه الهواء وتيبقى ليا مده طويله هو مزيان. غادي نزيد دابا تقريبا واحد كاس ديال الاتاي داك لي كنشربو فيه الاتاي غنزيدو عامر بالماء ونسد على الكوكوط ديالو ونخليها طيب. ملي كتصفر لينا الكوكوط كنقصو البوطا على عافيه ديال البنات، يعني داك الحم ديالنا ولا داك الملج كيطيب على المنهج ديالو باش كيجيكم هكا مسك. المهم البنات ما صورتش لكم صراحه من فاش كنت كنوجد الفطور، دينا الفطور عند حماتي كما قلت لكم فطرنا تما مجموعين وكلشي حتى باقا داير الزيف ديالي حيت كاين البرد عرفتي تقلب الجو بالنهار كنصاد وفي العشيه ولا البرد لبست البينوار ديالي وبقيت صراحه دايره الزيف على راسي هكذا حتى من بعد غدا عاد غنوض نشف شعري باش هكذا ما يضربنيش البرد وصافي. المهم ادم هو جالس حدايا يلا خدمت ليه التلفاز يتفرج شي شويه عرفت واحد العيا واحد العيا البنات ديال الحمام ديال النهار عرفت دابا بغيت غير نطيح ونعس. المهم غنسد معكم لا فيديو هنايا نضرب لكم موعد ان شاء الله فيديو جاي نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.